إلى الواجهة مجدداً، قضية بنك هالك المملوك للحكومة التركية وخامس أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول. لهذا البنك قصة عقوبات من القضاء الأمريكي تسببت في توتر علاقات أنقرة وواشنطن العام الماضي. القضاء الأمريكي حينها أدان محمد هكان أتيلا مساعد المدير العام السابق لمصرف بنك هالك بتهمة الاحتيال المصرفي في مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية في الفترة ما بين عامي 2010 و2015. وللمرة الثانية اتهامات جديدة لبنك هالك التركي. وزارة العدل الأمريكية تقول إنها استندت في اتهامها الحالي لحقائق تكشفت خلال محاكمة محمد هكان أتيلا. بيان وزارة العدل يقول إن بنك هالك التركي تآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية وشارك في أنشطة للتحايل على عقوبات إيران. وفحوى الاتهام تسهيل عمليات تحويل غير مشروعة بمليارات الدولارات لصالح إيران، والتي كشف عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي. لائحة الاتهامات عدة، ومنها غسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران في خطة نفذت بين عامي 2012 و2016. فالبنك حول عائدات عن طريق الغش والتلاعب إلى إيران بقيمة 20 مليار دولار، واستغل علاقته في بلدان أخرى لإجراء تحويلات لصالح إيران، وشارك في تسهيل حركة الأموال لعوائد النفط الإيراني بدعم من قبل مسؤولين في الحكومة التركية. ميس الحربي، العربية.